إلى وزارة التربية والتعليم. أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني مد فترة الامتحانات حتى يوم 24 يونيو بدلا من 22 يونيو نفس الشهر، طالما أن هذا يحقق صالح الطلاب. وأكد الدكتور طارق شوقي خلال لقاء اليوم الأحد مع الدكتور جمال شيحة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب وممثلين عن أولياء الأمور لمناقشة النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة، على أهمية أن يكون تطوير التعليم هدفا قوميا وأن يتم من بداية على أيدي التربويين المتخصصين والجهات المعنية حتى يتم ترسيخ أقدامه وتحقيق الأهداف التي ينشدها المجتمع منه. وأشار شوقي إلى أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة هو دمج ورقة الأسئلة مع ورقة الإجابة في كراسة امتحانية دون تغيير في مضمون الورقة الامتحانية للقضاء على مشكلة الغش، وهو ليس مفاجأة للطالب، مؤكدا على أن الهدف من الامتحان هو قياس ما تعلمه الطلاب والمهارات التي اكتسبوها وليس قياس مدى الحفظ والتلقين. وأكد وزير التربية والتعليم على اهتمام الوزارة بالرد على تساؤلات مجلس النواب وأولياء الأمور والطلاب حول الامتحانات لإزالة الرهبة والقلق بداخلهم، مشيرا إلى أهمية عدم التدخل في أعمالها.